رئيس وزراء في البلد دي، يعني احاول على اقدر الامكان اول حاجه اوفرها ان العداله الانتقاليه، علشان خاطر الناس ما تحسش ان عملت حاجه من غير ما يكون ليها اثر، خصوصا ان عامل ثوره والتانيه وغيرت نظام حكم ما عرفش. يعني احاول برضو على قدر الامكان ان انا اشوف الحاجات اللي نظام الحكم اللي فات الفاشل ده ما عملهاش مفيده او عملها تكون غلط، احاول انا ما اعملش غلط واعمل مفيد عشان خاطر الناس تحس بس مجرد تاخير. يعني اول حاجه همنع الاثارات اللي شغاله في الصنعه عشان نحل البلد يمشي شويه، عشان حل البلد يمشي شويه همنع الوزارات اللي موجوده. انا عارفه يا بطل ماشي سريع، انا احاول ان انا احسن علاقاتي بالدول الجوار حاجه، والدول اللي هي مش معترفه حتى الان بالثوره. يعني المفروض اساسا الدنيا تتظبط، حكومه كل اللي تحت الوزاره اللي تحت يبقوا كويسين، لان هو اللي المفروض يعني بيختارهم. كل مفروض وزير يبقى يعني التعليم يتظبط كله، كل حاجه مفروض. شايفه ايه اول مشاكل احنا ممكن نركز عليها او انت تركزي عليها لو انت مسكتي المنصب؟ التعليم ده عشان ملوش اي علاقه بشغل ولا باي حاجه، يعني اللي احنا بنتعلمه ملوش اي علاقه بشغل. والله بصي، وانا يعني اول حاجه نوقف العمل بالدستور 2012 اللي اتعمل ده، يعني ده دستور بصراحه كان مطبوخ او مسلوق بصراحه. تمام. والله يا مش يعني الموضوع بجد، دستور احنا اصلا ما كناش نعرف المواد اللي فيه، رحنا استفتينا عليه طبعا، ما قلت لا الحمد لله، بس يعني فين المواد؟ وتاني حاجه بالنسبه لموضوع الامن والحاجات دي، لازم الشرطه ترجع والجيش ياخدوا قرارات حاسمه. موضوع حظر التجول اللي احنا بنخرم فيه ده عادي، ده ما ينفعش بصراحه، لازم البلد دي تتمسك مسكه صح. اول حاجه اركز عليها جانب الامن اساس العمليه، شويه ثاني حاجه ركز على المنظومه التعليميه، لان التعليم هو اساس تقدم المستقبل. انا مش عارف الصعوبات اللي تكون فعلا فعليه لرئيس الوزراء، بس الحاجه الوحيده اللي انا في بالي دائما انه مهما كانت الصعوبات موجوده انا ارفع من مستوى حياتي. التعليم، الطرق، عايزين حلول، يعني حلول. لا ما عنديش حلول، لا الموضوع ده لسه. هي رئيس وزراء مش هعمل حاجه خالص. لا اكيد هعمل طبعا، بس يعني المفروض اساسا الدنيا تتظبط، حكومه كل اللي تحت الوزاره اللي تحت يبقوا كويسين، لان هو اللي المفروض يعني بيختارهم. كل مفروض وزير يبقى يعني التعليم يتظبط كله، كل حاجه مفروض. شايفه ايه اول مشاكل احنا ممكن نركز عليها او انت تركزي عليها لو انت مسكتي المنصب؟ التعليم ده. عشان ملوش اي علاقه بشغل ولا باي حاجه، يعني اللي احنا بنتعلمه ملوش اي علاقه بشغل. ال يعني كل حاجه عايز تتظبط هنا، في حاجات كتير عايز تتظبط. اوكي. يعني الفقر طبعا اهم حاجه اللي فيه، طبعا حتت عشوائيه كتير جدا، دي اول حاجه يعني اول حاجه المفروض تبقى ليها اولويه انها تتعدل او تتصلح. وطبعا التعليم اهم حاجه برده، يعني الطرق، المواصلات، خبره برده اولا طبعا لازم يكون مختار عشان كفاءه وعشان خبره مش عشان ثقه اكيد. وده اللي انا هتابعه، ان انا هختار الناس على اساس انهم ايه؟ على اساس انهم خبره، اهل خبره، مش هختار ابدا على اساس ان انا ده ثقه او ان دوت حد قريبي او كده. لازم الحاجه اسمها التكنوقراط، ان كل واحد يبقى متخصص. الجانب الامني مهم طبعا، بس لازم دايما بيقولوا الجانب الامني، الجانب الامني ما بيعملوش حاجه، ولازم الجانب الامني يكون موازي مع تحسين الحاله الاجتماعيه. يعني الجانب الامني ده الناس بتسرق والناس بتنهب، ليه؟ الناس ما يعني دخلها جدا قليل، فلازم الحاله الاجتماعيه تتحسن، بالتالي الامن يعني هيتحسن. ضد ما مش هاخدوا منصب جلال اذا كان انا عندي كفاءه، وبدل هم خلوني عندي، وبدل هم شايفين ان انا عندي كفاءه ان انا اكون في المنصب ده، هعمل حاجه اللي انا شايف انها ممكن تكون تصلح بلدي، مش على الاقل. وعلى الاقل لو انا خدت قرار وشايف ان هو غلط ما عنديش مانع ان انا ارجع فيه. سيدنا عمر بيقول لا يغرنك قرار اتخذته اليوم فرجعت فيه نفسك فوديت فيه الى صوابك ان تعود الى الحق، فان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل، بخلاف طبعا ما يحدث دلوقتي تماما.